باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنتأمل مع بعض النهاردة في رفع اليدين أثناء الصلاة. بعض مننا برغم أن بنرفع اليد أثناء الصلاة، بعض الناس بتتساءل ليه بنرفع ايدينا وقت الصلاة. خلينا عشان ندخل في الموضوع ده نتكلم عن اليد أو اليدين. اليد ليها معنى حرفي بمعنى اليد، وليها معنى معنوي بمعنى القوة والقدرة والعمل والفعل. وحتى إن كان من ناحية الرمزية يمين الرب ترمز للسيد الرب له كل المجد، وإصبع الله يرمز للروح القدس حسب المعنى الميستيكي للكتاب الرمزي للكتاب. في قول مشهور للفيلسوف اليوناني أرسطو يقول كده، أن اليد هي أداة الروح، هي تعبر. وطبعا بيستخدم الإنسان اليد في لغة حوار غير منطوقة يفهمها كل الناس. يعني مثلا لما حد يسقف لحد بطريقة أونست، يعني معناها إن هو بيشجعه وبيهنئه. مثلا لما حد يعمل علامة النصر مثلا مفهوم المعنى بتاعها، أو يرفع الإبهام إلى أعلى معناها إنه في إطراء أو موافقة على تصرف على قول أو فعل من غير ما الإنسان يكون تكلم. يعني خلينا نشوف رفع اليد في الكتاب المقدس ماذا يعني، ماذا يعني رفع اليد في الكتاب المقدس. كان في العهد القديم في العصور القديمة رفع اليد تعني القسم. يعني في سفر التكوين لموسى النبي أصح 14، بعد ما أنقذ إبرام ومن معه لوط واستردوا كل السبايا والأملاك المنهوبة بواسطة الملوك اللي هجموا عليهم، كدر العمر والملوك المتحالفين معاه اللي كانوا إمرافل، مارك شنعار، وأريوك ملك الأسار، وتدعال ملك جوبيم إلى آخره. يعني فملك سدوم حب يعطي لإبراهيم الأملاك اللي استردها، قال له أنا النفوس أخذها لنفسي، كويس أنك استرجعت لنا النفوس الناس، والأملاك اللي أنت استردتها حلال عليك خدها أنت. آية 22، فقال إبراهيم إبرام لملك سدوم، رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن خيطا، خيطا دي حاجة بتاعت الستات يعني، ولا شراكة نعل، ولا اللي هي الحاجة اللي بتتربط بها الجزمة يعني، أو الصندل أو أي حاجة، ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أني أغنيت إبراهيم. فرفعت يدي إلى الله، يعني معناها أن أنا قسم قدام ربنا إن هو مش هياخد ولا حاجة من لي هو. وحتى لغاية دلوقتي بنشوفها في المحاكم في بعض الأماكن إنه بيرفع اليد إنه يقول الحق ولا شيء غير الحق إلى آخره. فرفع اليد للقسم، وهناك أيضا رفع اليد للبركة. يعني نلاقيها في إنجيل معلمنا لوقا البشير آخر أصحاح، أصحاح 24، بيكلم على السيد المسيح قبل صعوده إلى السماوات في آية 50، وأخرجهم السيد المسيح أخرج التلاميذ خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء، وهذا هو
تاني حاجة لمعنى رفع اليد، فهناك رفع اليد بالقسم أو كقسم، وهناك أيضا رفع اليد للبركة. هناك حاجة تانية للإشارة أو رفع اليد نلاقيها في سفر أعمال الرسل بعد ما حصل الشغب، لما بولس الرسول زار أورشليم والناس هجمت عليه، وإزاي أنه أنقذوا رئيس الأمير قائد المئة ومنهم، وبعدين قال له هو أنت يعني أنت الراجل اللي عملت فتنة قبل كده، قال كده الأمير القديس بولس في أعمال 21. فقال بولس أنا رجل يهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دانية، طبعا مدينة معروفة إن هي مميزة جدا في القانون الروماني في ذلك الوقت، من كيليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب اللي هم كانوا متجمهرين وكانوا بيحاولوا يقتلوه. فلما أذن له وقف بولس على الدرج على السلم وأشار بيديه إلى الشعب، فصار سكوت عظيم. فرفع يده وأشار إلى الشعب هنا عشان يعطي إشارة إن الناس تسكت فالناس تسمع ليه. موضوع تأملنا النهاردة مش على كل ما سبق، هو يتكلم على نوع تاني من رفع اليد، وهو رفع اليد أثناء الصلاة. نلاقي رفع اليد أثناء الصلاة موجود في صلاة سليمان في تدشين الهيكل في سفر الملوك الأول أصح 8. ويقول القديس بولس في رسالته الأولى إلى تلميذه تيموثاوس آية 8 في أصح 2، فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أياد طاهرة. أريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أياد طاهرة. فإيه حكاية رفع اليد؟ ومعقول أنه ممكن ما صليش من غير رفع اليد؟ طبعا ممكن. بولس وسيلة كانوا مسجونين في فيليبي، وكان تصير منهم صلاة وتسبحة لله طول الليل قبل ما يحصل الزلزلة ويتفك الأسرة والقيود. لكن يعني ممكن نحن ممكن نصلي، لكن كله بيعتمد طبعا هو ده وضع الجسد، لكن برضو بيعتمد أساسا على وضع القلب ونوعية الصلاة. خلينا نقول نقط كده. رفع اليد أثناء الصلاة هو يرتبط بعلاقة الجسد وقت الصلاة، أن الجسد يشترك مع الروح في الصلاة. يعني الصلاة ليست فعل الروح فقط، ولكن فعل كل الإنسان جسدا وقلبا وعاطفة وعقلا وروحا. عشان كده حتى بيقول الأباء في مقدمة صلاة باكر الجميلة، هلما نسجد هلما نسأل المسيح، هلما نسجد هلما نطلب المسيح ملكنا، هلما نسجد هنتضرع إلى المسيح مخلصنا. كأن كل واحد فينا أنه بيجمع قلبه وفكره وجسده ووجدانه وعاطفته وعقله وتركيزه، هلما نسبح الرب كلنا، أما أنا وكل بيتي. بيتي اللي هو دي أورشليم بتاعتي قبل ما تبقى فيه كمان البيت والزوجة والأولاد إلى آخره. رفع الجسد يوصل رسالة للنفس وللإنسان، ويوصل رسالة أخرى لله. أوصل رسالة لنفسي إن أنا واقف قدام ربنا، رسالة غير منطوق بيها. حتى إن أبونا في القداس، طبعا هو ده الوضع الأغلب لجسد أبونا في القداس، وهو رافع يديه وفي لفايف على أيديه طول القداس. ونقول كده في القداس انه جعلنا نشكر الله اب ضابط كل ابو رب انه جعلنا مستحقين ان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا الى فوق ونخدم اسمه القدوس. يعني ايه رفع اليد اثناء الصلاه؟ رفع اليد اثناء الصلاه هو ذبيحه، كان انسان بيقدم ذبيحه لله، زي ما بيقول المزمور: لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحه مسائيه. حضراتكم عارفين انه كان هناك ذبيحه صباحيه وذبيحه مسائيه في الهيكل. يبقى رفع اليد كانها تقدمه ذبيحه، اقدم ارفع ذبيحه امام الله. نمره واحد.
رفع اليد طلب ضراعة واستجداء، شحاتها يعني، واحد بيشحت. بشحت ايه؟ بستجدي مراحم ربنا وانا ما استاهلش. وعلى فكرة اكتر مرد بنقوله في القداس يا رب ارحم. بستجدي البركة زي ما يعبيس قالوا ليتك تباركني، ليتك تباركني. لو واحد بيغرق أول حاجة يعملها هي يرفع إيده كده ويلحقوني زي ما عمل بطرس. بطرس لما كان بيغرق، لما طلب من السيد المسيح إنه يمشي على المية وفقد النظر لسيد المسيح وبدأ يبص على الموج العالي وبدأ يسمع أصوات صفير الريح والأمواج العالية فبدأ يغرق، قال له الحقني، قال له لماذا شككت يا قليل. وراح السيد المسيح راح نجده. يبقى رفع اليد هو رفع ذبيحة، يكون رفع يدي كذبيحة مسائية. رفع اليد هو استجداء، هو طلب، هو ضراعة لله. رفع اليد هو إشارة للأشواق المتزايدة من النفس لله. يقول كده: أرفع يدي إلى وصاياك التي أحببتها جدا وأناجي بفرائضك. فكأني برفع قلبي وعقلي ونفسي لله. رفع اليد برضو بتفكرنا بمثال الصليب. الجسم كده بياخد شكل صليب، وهو ده اللي حصل. بني إسرائيل هم وخارجين من أرض الميعاد وحصلت الحرب مع عمليق، فكان موسى رافع يديه زي ما في سفر الخروج أصحاح 17. فكان كل ما موسى يرفع ايديه كان شعب الله يغلب، وكل ما ايديه تتعب وتختل كده وتبتدي تنزل كان عمليق يكسب، ينكسر الشعب. وكان إذا رفع موسى يديه أن يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عمليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ هارون وحور حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحدة من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين في حالة ارتفاع يعني إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف. فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف. فرفع اليد حلو ان احنا كل ما نقف قدام ربنا نفتكر ان رفع اليد هو ذبيحة تقدم لله، ترفع امام الله. رفع اليد هو طلب مراحم واستجداء وضراعة الى الله. رفع اليد هي رفع القلب والاشواق والفكر لله. رفع اليد هو تذكار بصورة الصليب الذي بها نغلب، الذي هو قوة الله وحكمة الله، له كل المجد والكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد. أمين.